أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في هذه المقابلة من مكاتب إكويتي. معكم رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي، ويسر مجموعة إكويتي استضافة الأستاذ محمد فولاد في مكاتبنا. طبعا الأستاذ محمد فولاد هو محلل مالي وخبير في الأسواق المالية العالمية، حاصل على مجموعة من الامتيازات العلمية، منها عضوية جمعية العقود المستقبلية الوطنية في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك جمعية السلع والعقود الآجلة في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنه هو مخطط مالي وأيضا ممثل استثماري مرخص من قبل بنك البحرين المركزي، إضافة إلى عضويته في جمعية التحليل الفني البريطانية والعالمية. طبعا كل هذه الخبرات يأتي بها الأستاذ محمد فولاد إلى هذه المقابلة لنتحدث مع بعض عن مجموعة من النقاط التي تهم المتداول في منطقة الشرق الأوسط وفي المنطقة العربية على وجه التحديد. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد في مكاتب إكويتي. طبعا نبتدأ المقابلة بحديث عن رأيك فيما يتعلق بمستوى تداول الفوركس في منطقة الشرق الأوسط وفي المنطقة العربية، وبتضييق الدائرة أكثر في منطقة الخليج العربي، كيف كانت التغييرات في هذا السوق في الآونة الأخيرة؟ في تطورات ملحوظة في آخر 5 سنوات، يعني من ناحية عدد المتداولين ومستوياتهم وأحجام التداول والمنتجات الجديدة اللي قاعد يتعاملون معها وطريقة وحيثيات اللي يدولون في السوق. أنا قاعد أشوف إنه في تطور كبير صاير في السوق خاصة للأفراد. جميل جدا. إذا بدنا نتحدث عن مستوى هؤلاء الأفراد أو مستوى المتداول العربي في الآونة الأخيرة، ما هي نقاط القوة وما هي نقاط الضعف؟ ما هي أحجام التداول؟ هل تغيرت بشكل عام؟ وكذلك ما هي البيئة التي يتواجد فيها المتداول العربي إجمالا؟ هل هي إيجابية لمزيد من التطور في هذا المجال أم لا؟ نعم، الأحجام تداول، إذا نشوف أن أحجام صارت أكبر بكثير من قبل، وذلك لأسباب كثيرة. في المعلومات متوفرة وجهات كثيرة تتبنى البرامج التدريبية والتعليم، وعندنا جهات حكومية عندها مبادرات جدا ممتازة في هالمجال، ونتوقع الأمور تكون الأفضل. وحتى نقاط الضعف اللي كانت موجودة قبل قاعدة تضيق مساحتها حاليا.